بسم الله الرحمن الرحيم. أجي كتاب توحيد الدروس باب الشفاعة شو أرش قرنا يعني يدكي دورك المصارى يعني مدى بشي بشي كابرك كل بلك كفر بكل يعني نفسنا مدى فوسي بيوي أريان تو تدك كفر مدى فوشو شريك مدى فوشو يتالله كتاب المدى أجلت كده توحيد المدى يعني الخاص بي بيان مدد كلا كعبرك كل ترى زدو من تمزاب الجي هو مزاب الجي ترى جوته ده مدى عنا إينا مزاب الدنو مدى عنا إينا ده وسيلة بني ده الله خاصة إينا مدى الله خاصة عنا الله شو عزو دي مدى كلا عنا فضل بناك الله دي با دنيا بكل غازة تر دنيا دن دي غازة بكل غازة يقول ده وكو انت منشي قولنا بعد خلقنا خطا فوانسنا بعد إلا هما شو عزو لاغي إذا لا الله خاصة الله دي بكل طرق غازة بكل طرق غازة أنا أقول لك أنا شو أقول لك أنا أقول لك أنا شو أقول لك أنا 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 مهم يعني الله زمن بعد ما نكلا نوم شو هذا شيء الله الله خاص الله زارني كي إجازة بدي شو هذا شيء غريب الله إنت شو هذا شيء غريب فارد أز الله يا إجازة بدي إنت الله شو هذا شيء غريب فارد إن الله زين ما شاء شو هذا شيء غريب فارد أز زين ما شاء الله شو هذا شيء غريب فارد إن الله كفار كلهم آخرتين الله يبادر غريب الله يعني مال دليل آنے کتاب بولئیے قرآن تو دحر زد خود دخند اللہ وقول اللہ تعالی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ قرآن شریف لئے آنے دول اللہ گا یا رسول اللہ اتراری زترانے کی دولا یوم القیامة اللہ الموت حشر قرآن حساب كتاب بودي أنا دعاء هيدين الله بعد خنكة ترى الله بولي دوستو يا ناي إن دللا شو عارش غريبة أجازة دي بودي شو عارش هذا مالك الله بعد خنكة بدي ترى أنا كمان شو بقول تالله هذا اللي أنا دوستو عند دللا شو عارش خدي سيزيبا الله أطلب قل كاتب وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا آية محمد كلهم قال يقول خور كيف يقول خور قل لله الشفاعة جميعا يا رسول الله تكعب كلهم خور شو هذا شو دين بكل الله 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 الزم شو هذا شو مالك قل كم مالك زين زاز لك تيتي شو هذا قل لي هذا يقول الله زين دنيا تل آخر كل وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه تزتني شو رجع الله خاص طلع الله عز وجل ايتي من كفر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قلنا الله خاص شو رجع بري 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 إلا الله يقول الظالم كي إذن ده إذن بري بري إذن له شو رجع زيت قلنا إلا ظالم الله إجازة دي وشو رجع بري بري وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الله عز وجل ما بده خدوم في السكر زمين المدد اسماء المدد زمين المدد بشا بشا في السكر عسد ايتا ما يقول شو عايز كنت سعد الله الخاصة ترى شو عايز بدينا نعمل الله يفرس شو عايز نعمل ترى الله شو عايز بدينا اجابت نعمل الا الله يهود زار إذن ده إنت فعلت إيه ليه خلنا إذن خلنا ده الله يشهد بدي بالله هذا اللي من يشهد هو يهود الله تو زار ده كي ما نبغى على الله زال الله عزيو زال الله شهد بدي بوا إذا الله عزيو بدي إن له شو أرش قرن مدد ديان شهود أصلا
আল্লাহ এই ফরজ করতে এজাজত দিব দিয়া শরণ থাকে শরণ কি আল্লাহ এ ইজিন দিব যার মনে হয় তবে সুয়াল জোরি কথা এখন নি ই নাম দিয়ে কল বালা বালা আল্লাহ বন্ধ কল মমিনিন কল ইচ্ছা ইজিন দিব সুয়াল জোরি আল্লাহ আসল আচ্ছা সুয়ারিস ইয়ান দেখা ফাইশর আর কি শরণ কি হদে আল্লাহ এ সুয়ারিস গরিব আল্লাহ ইতারে এজাজ দিব রে আল্লাহ তো যাও সাদরে রাজি ওইয়ে আল্লাহ সাদর রাজি হইয়ে আল্লাহ তো সাদর মনস হইয়ে ইতাল্লা বলি এর মানে আল্লাহ সজলে ফিরে সকলের নবী সকলের আর বালা সকল তাদের হাসর দিয়ে আল্লাহ এজাজ দিব রে সুয়ারিস গরিব আল্লাহ আমফাম বুকুন মন কাফের করলে এজাজ নদী এন দিল্লা মুশরিকি তাহলে এজাজ নদী সুয়াজ করি বলল আল্লাহ এ তাহলে এজাজ করে জিন্দি কি অদর কি ইমানে নিন লিয়া আল্লাহ এটা রাজি হল এটা লড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বাবা বলল সুয়াজ করে আসল দিন আল্লাহ এজাজ কি হইয়া ইব্রাহিম আই আর ওরে লিখি বলে এই দে পরস বিজিত বললাম কাফর কর মসজিদ কল রে জন্নত নদী বলি বেদান সরব আল্লাহ সুয়াজ করতে এজাজ নদী লেকিন বেদান সরব সুয়াজ গহন বানাই আলে সুয়াজ গদি বলল বলি আল্লাহ বলে নবী সাহেব বানাই লেকিন আলজনরা যারা কিন্তু কাবল যত্ন তুই নদী ভাই এক যে না নাকি মরা মাংস হব বুজুর্গ ইচ্ছা বলি ইত্যাদি আমাদের সহজ করি কম বল বলে অবলে তো আমার সত্যি এইবার এই বাইনে চলে হাঁস অব্দি পাশে পারে নেই এইবার খবর মাছ আর ফান নেই আর তোরা বই নেওয়া আর এবার বুজুর্গ নেই বিশ্বাস নেই তোরা বই নেওয়া হুমকি দিবে গুণাগর হুমকি দিবে গল্প দিল রাখি দাম তো তোমাদের পিসে গেলে বলতে পারো তাহলে ইনসানে ইনসান পিসে বলল তখন ইনসানে আল্লাহ কেন ফলে তখন আর নৈবিত্ব দেখে চলন না وقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض الله عز وجل كافر كل هذا قول الطرد دي قول دي رسول الله تقول خويدو كافر كل هذا ذكر ذلك الله بعد قول نظره في سيقول ذلك ترى شو اجبري من تجي مبتي وقال انت يعني ترى بتو معجل ترى شو اجبت خود خود يا رسول الله تقول خويدو ترى ده ترى خمني কি হয় দিন রে তা কি হয় দে কত কাফের অকল তো হবে দে এ সিজি নে গ জরা জরা হবে তো কি কুদ তো গুদি দে সরত তো সরব পাত তো বিষণ জীব আছে খদলি এত তো সরব রে কি কি হবে জরা হবে উগ জরা হবে তো মালিক নই তা দুনিয়া আসমান মাদা তো জমিন মানে তার নিজ কোন কিছু সব মালিক নয় কোন তাতে বিষয় করে দিতে আল্লাহ বলে শরীক খেলা করো তারা তো খেলা মানো তারা তো সহজ মানো দেখো আমল আল্লাহ বলে শরীক শরীক করে যাবে তোমাদের ফায়দা না থাকে قال ابو العباس ابو العباس رضي الله عنه شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله ইবা শি নর আলেম মুজজ্জি আর মুসলমান কলব তরে বিশি তৌহিদ ইনন নবী তরিকা ইক্কা সরিবাল্লাহ এই বিশি দাওয়াত দিয়ে মেশা বিশি কিতাব করে লিখে মানুষ বিশি আল্লাহ রাসুলের কুরবান দিয়ে মানুষের তৌহিদের কারিবাল্লাহ শিরক করতে পারে বল্লাহ তাই বলতে নাফা আল্লাহু আম্মা সিওয়াহু কুল্লু মা ইতাআল্লাকু বিল মুশরিকুন فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن قوية من غتاية الله عز وجل قرآن شديد مدي بالكل إنكار غريب لأي كافر كل زيدون سيسلوية تعلق غريب زيدون سيسلوية تعلق غريب إنه فائدة مصنع غريب تعلق
إن رضيت أنا شو أش إن شو أشجوري بالخيرين ولا كيف ولا تكيل إن بكون الله يتعامل لي إن كان مجدين لي توي الله إن كان مجدة ما أقول هذا كي يروح ترى الله بعد خلني كتبو دنيا آخر ده خمسة ده ملكية ناي أفهم كل تقول هذا ده ترى مالك مالك نو على الله ده خمسة الله بس ما تقول دين لي ناي أنا لا الله سبحانه خلني كتب شو أليش ناي شو أليش قال الله سبحانه خلني كاتب نو الله سبحانه شو أليش مالك دي ترى الله يبين مجدة فهمنا الله سبحانه خلني كي فائدة كنا هذا أركي خانوزونا فائدة كنا هذا يبغوا إلا الله زاره إجازة ديه فائدة كذي والله إيه فائدة كذي فائدة بدي شو عليش تزينك الله عز وجل غيره ولا يشفعون إلا لمن انتظر هذا خد حاجة ودي شو عليش كنا هذا يبغوا إلا الله زلني كي راضي ويا شو عليش كذي والله إيه تلاش عليش كذي يخونني مؤمن كل من عنده كونه قارئ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون إيه الشفاعة إيبا زبا شو هذا شبا زبا نجي المشركين كل البوزة إيبا خلنا وإذن الله يعني متي خبر إلا مرامان شهدين ترى شو هذا قلت هذا بنتج هذا إيبا يوم القيامة الله يه بالكل إنكر بري عليه يوم القيامة إيبا وإنكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده النبي صلى الله عليه وسلم آيانا سيدا قد بعض شطري الله تعالى قد بشكل لا يبدو بالشفاعة أولا فولا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شو رأيش نقول لكم مطلع آقا الله تعالى قد بشكل الله يزن دي بالله نقدوه آقا ما قد خد يزن دي أبوه ثم يقول الله توب عليه الله يرازي ولنا بالله نقدر يزن دي بده توكي خيبه ارفع رأسك وقل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع تشفع أو تشفع هذا خبر هذا الله يبتما ده نقدر يا إجازة دي بده كي مسلم أقول الله شو هذا خبر هذا خبر هذا من الله الله طول تون زيان الله طول تون زيان هاي فنا زي بو تون زيان هو زيان ما بين دي زي بو زيان شو هذا خبر بو يان كبر كنا زي بو وقال الله أبو هريرة النبي بخبط حاشوتين هو تمام النبي يقول شو هذا كنت دعاء يقول هذا آخر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من شيء يقول قد يرسل الله أهذا يدون تكليف فعل إلا قرار ما زي تركين الله خاصة شو هذا قرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عنه شطر زي سيد العباس هذا يقول الله تعالى يقول ثم تعالى الله عز وجل قد ينفق شو هذا قلت إلا ذكر أمتي أمتي هذا مقام الله وقال الله أبو هريرة أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يا رسول الله توشوا ليش فاضي لا خوش نصيب ولا معنى شبه الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي هنا عار أجانا أبو طالب أبو جاهل إنه عار أجانا كل كل الشكر إنه كيف هي قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه خذ زينك لا إله إلا الله فج خالص قولي الله الله ولي إيمان أن يدي خصوص خلوصية قرية لله توحيد دي با إمان النشرك إذا دفل إيه قد معنشي با قد يبعان شو هذا شو مستحق عشر دي شو هذا شو هذا خشت نصف معنشي با فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله خد إيش هو نشي با إخلاص قد جد معنش زين كل ما وجال الله إخلاص إتنفع بي ولا تكون لمن أشرك بالله أزينك الله مشرك وجه ترى ما يقول حشر وحقيقته هذا حقيقتك شيخ ودي شيخ الإسلام ابن تيمية ودي هذا جدي هذا حقيقتك هذا أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفرون بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليقربه وينال المقام المحمود هذا الله عز وجل حاشر الدين زيتان كي إخلاص النيوتي قال ما بيه فجي الله يري الله فجي ترى شريكتو ترى باسيتك كي خود الله عز وجل إتنا ما قلت لك ده دارك نو الله يخذ تو الله خذ وقع وسيلة ما نيو دعا قدي بالله الله خاصة شو عز قدي بالله إتنا الله يزين جيبو إتنا دعا قدي بالله شو عز قدي بالله إتنا زيت شو عز قدي ودعا ما جيبو هذا الله عز وجل كلا زي شو هاد بيتر رب الله يكرم غريب الله يتر رب الله كي غريب الله مقام محمود دي بالله كلا نور بيلي هذا وانجا من شو الله فضل
الا بالا بالا زيني الله سمر جان دبلاي صحابه كرام الا الله سمر خلا دبلاي ইতে আল্লাহ আল্লাহ অন্য মুসলমানরা বলো ঠিক আছে আল্লাহ বালা বলো ওলা মক্কল তাদের দাম আছে আল্লাহর কাছে তিন লো অন্য জন্য ফরক আল্লাহ তাদেরকে একরাম করে দিব হাসর দিন তাহলে আল্লাহ ইল্লা সবাই করতে বাচ্চা করে দিব আল্লাহ বলতো মহিষ যদি মুসলমান গুণে মাফ করিব আল্লাহ বলা কি এ রাস্তা লাগে আল্লাহ যদি বলো তাদের গুণে মাফ করিব ইতালাদের আল্লাহ মুসলমান সাগর দিব হেঁটে বুতলা খাস করে আহ নবী সাল মাকাম মাহমুদ জীবনে কি তামাম নবী করতে আজ্জ করিব ইয়া মাতি আল্লাহ তাহলে করিব আল্লাহ ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা করে আল্লাহ তারিখ দিব তোমাদের আল্লাহ ইয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোয়াদ করতে এজাজত দিব তো এটা না এজাজত ফাইলে তোমাদের তারা সোয়াদ করে কি তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য গলা দিব ফাশফাআতু মা আল্লাতি নাফা আল কুরআন শাফাআ জিবানকি আল্লাহ ইয়ে কুরআন শরীফ মানে ন বলো হয়ে ইনকার করছি কখন না মা কানে ফে শিরক জিবা মানে কি শিরিক আছে ইয়ারা তো কই দিন রে ولهذا اثبت الشفاعه এত الله কুরআন শরীফ মানে শু আদেশ আল্লাহ আছে কোন কইয়ে কেন কি হয় বিদ নি ফি মোদে আল্লাহ ইজ ইন দ্য রে ইয়া কই এক জায়গা মাঝে وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ايات الكرسي مدينه من الذي يشفع عنده الا باذن الله الى ايات باريه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص النبي صلى الله عليه وسلم حديث مركي بيان كجة خلا بري النبي يقول إلا أربعة من شيء هذا إلا في السوق يقول إلا إجازة فايبودة شوفوا شو أقول بالله إن أهل التوحيد ده أهل الإخلاص الله إن لك كافر الكل إذا الله إجازة نعم إذا الله النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الله شو أرسلنا هذه إلا بكتبه شو أرسلنا جهنم مدر